السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي، سررت مجددا بلقائكم. اليوم بإذن الله سأتشارك معكم طريقة رائعة لإنجاز عملية الضرب. الطريقة ظاهريا تبدو كأنها عملية جمع أو طرح، لكنها غير ذلك. لكن الأهم من هذا كله أنها تساعد على تطوير قدرات حساب الذهني لدى المتعلم أو لدى أي شخص يستعملها، ومع تكرارها ومع التدرب عليها يستطيع الشخص أن ينجز عمليات بأعداد من مجموعة من الأرقام فقط باستخدام الذهن. إذن على بركة الله. لكن قبل ذلك أرجو منكم مشاركة هذه الطريقة مع زملائنا الأساتذة والأستاذات، أيضا مع أحبابنا تلاميذ لتعم الفائدة. إذن سنأخذ كمثال، مثلا 9026 في 8125 مثلا كمثال. خذوا على حسبة فقط للتحقق من العملية، سأخذ لنا أيضا. إذن سأستخدم فقط الحاسب للهاتف. إذن على بركة الله، وكما ترون معي تم إنجازها وكأنها عملية زائد. فعلا تأخذ بعض الوقت صراحة بالنسبة لي لأن عقلي أصبح ثقيلا شيئا ما. المهم، إذا الآن تأكدوا معي بالحاسبة الجواب صحيح. كما ترون معي، إذا الآن سأشرح لكم العملية باختصار. إذن سأخذ أرقام بسيطة وسأبدأ فقط بعملية من رقمين، يعني عددين من رقمين، مثلا 32 في 25. إذن أول شيء سأقوم به أضرب الرقم الأول في الرقم الأول. 2 في 5 كم؟ 10. أضع الصفر أحتفظ بواحد، ثم بعد ذلك أقوم بضرب الرقم الأول الرقم الثاني. 2 في 2 4، وأضيف إليه الرقم الثاني في الرقم الأول للعدد الثاني، يعني 4 زائد 15 كم؟ 19. أكتب 9 وأحتفظ بواحد، وفي الأخير أضرب هذا الرقم في هذا، يعني 3 في 2 كم؟ 6 زائد 1 احتفاظ 7. سأخذ عملية من 3 أرقام. أعتذر.
للأسف هذا القلم ليس بجيد ولا أملكه إلا هو في هذه الساعة. إذا سأقوم سأخذ مثلا عملية من 3 أرقام لكل عدد، مثلا لاحظوا معي عندما ينقص أي رقم لأي عدد أعوضه فقط بنقطة يعني 0. إذا بالنسبة لثلاثة أرقام نفس الطريقة تقريبا سأتبعها مع جميع الأرقام، فقط انتبهوا معي. إذا أول شيء سأضرب الرقم الأول في الرقم الأول كما في السابق، 2 في 2 4. ثم هنا سأضرب الرقم الأول في الرقم الثاني زائد الرقم الثاني في الرقم الثالث، يعني 2 في 4 8 زائد 1 في 2 2 يعني 10. سأكتب 0 احتفظوا ب1. ثم هنا في الرقم الثالث أول شيء سأقوم به سأضرب هذا الرقم الأول في الرقم الثالث زائد الرقم الثالث في الرقم الأول زائد الرقم الثاني في الرقم الثاني، يعني 2 في 0 0 زائد 3 في 2 6 زائد 1 في 4 10. إذا 0 زائد 6 زائد 4 10 زائد 1 بالاحتفاظ 11. إذا أكتب 1 وأحتفظ ب1. ثم بعد ذلك أذهب إلى الرقم الثاني، أضرب الرقم الثاني في الرقم الثالث والرقم الثالث في الرقم الثاني، 1 في 0 0 زائد 3 في 4 12 12 زائد احتفاظ 13. ثم أكتب 3 وأحتفظ ب1. ثم في الأخير أضرب الرقم الثالث في الرقم الثاني، 3 في 0 0 زائد 1 احتفاظ 1. سأتحقق من هذه العملية. نعم فعلا صحيحة. إذا نفس الطريقة بالنسبة للعمليات من 4 أرقام أو 5 أرقام أو 6 أرقام وهكذا. دائما نقوم مثلا عملية من 4 أرقام أو 5 لا يهم. إذا عملية من 5 أرقام دائما نبدأ الرقم الأول في الرقم الثاني ونظر، ثم بعد ذلك في الرقم الثاني نضرب الرقم الأول في الرقم الثاني والرقم الثاني في الرقم الأول ونظر. في الرقم الثالث في الرقم الثالث سنضرب الرقم الأول في الثالث ونضيف إليه الرقم الثالث في الأول ونضيف إليهما الرقم الثاني في الثاني ونضع. في الرقم الرابع لاحظوا معي الآن سأخذ 4 أرقام سأضرب الرقم الأول في الرابع وأضيف إليه الرقم الرابع في الأول وأضيف إليه الرقم الثاني في الثالث وأضيف إليه الرقم الثالث في الثاني، ثم بعد ذلك أضع الرقم. دائما إذا كان هناك أي احتفاظ سواء من رقم أو رقمين نضعه كلا ننساه. بالنسبة للموالي الآن ماذا سأخذ؟ سنأخذ الآن الرقم الأول في الخامس والخامس في الأول، ثم الثاني في الرابع والرابع في الثاني،
ثم ثالث ثم نضع رقم ونحتفظ بالاحتفاظ إذا كان هناك احتفاظ، أكيد سيكون هناك احتفاظ. بعد ذلك بعد الانتهاء من العملية الخامسة هكذا أو لجميع الأرقام، سننظر الآن إلى الرقم الثاني مع الأرقام الأخرى، يعني الرقم الثاني في الرابع وفي الخامس والخامس في الثاني، وأضيف إليهما الثالث في الرابع والرابع في الثالث، وأضع الرقم وأحتفظ بالاحتفاظ. ثم بعد ذلك سأنتقل إلى الرقم الثالث، سأضرب الثالث في الخامس والخامس أعلى في الثالث، ثم أضيف إليهما معا الرابع في الرابع، أكتب الجواب وأضع احتفاظ. الاحتفاظ يمكنني أن أحتفظ به فقط في دماغنا إن كلنا نتوفر على قدرات جيدة ذهنية. ثم بعد ذلك أنتقل إلى الرابع في الخامس وأضيف إليه الخامس في الرابع وأضع الاحتفاظ. ثم في الأخير الخامس في الخامس وأضع الرقم. صراحة اخترت لكم هذا العدد أو هذه العملية بخمسة أرقام فقط لتتضح لكم الرؤية بشكل جيد. بالنسبة لرقمين فهي بسيطة جدا، ثلاثة أرقام أيضا أربعة، فعلا ابتداء من خمسة أرقام فهي تصعب قليلا، لكن تأكدوا معي ففي أول محاولة لي لم أستطع حتى إنجاز ثلاثة أرقام. فعلا ستبدو لكم العملية معقدة شيئا ما خاصة في أول مشاهدة لها، لكن كونوا على يقين فبعد فقط عدة محاولات ستتأقلمون مع هذه العمليات وستتمكنون من إنجاز عملية الضرب بسهولة تامة. والأهم من هذا كله أن هذه فقط طريقة هدفها من بعد عدة عمليات أو من بعد التمرن عليها هو إنجاز عملية الضرب فقط بالدماغ، يعني بالرقمين بثلاث أرقام ربما حتى خمسة أرقام لما لا. ونحن نشاهد على اليوتيوب هناك مجموعة من الأطفال أقسام وليس فقط طفل أو طفلين يستطيعون إنجاز عملية الضرب من عدة أرقام فقط بواسطة أدمغتهم. بطبيعة الحال لهم أدمغتهم ولنا أدمغتنا. وتحياتي لكم وموعدنا إن شاء الله قريب مع مشاركة جديدة، وأتمنى أن تكون مفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.